وخلال مقابلة في نشرة سابقة، أكد الأستاذ فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان أن كل إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان انعكست دوليا على البحرين وعلى حصولها على المقعد. لا شك بأن فوز البحرين بمقعد في مجلس حقوق الإنسان وحصولها على هذه النسبة الكبيرة تصل إلى 165 دولة صوتت لصالح البحرين من أصل 192، فهذه نسبة كبيرة وشبه إجماع، مما يؤكد على مكانة البحرين الدولية ومحلية حقيقة في مجال حقوق الإنسان. البحرين حتى حصلت على هذا الإنجاز ويعتبر الفوز الثالث لها في ترأس أو في عضويته في هذا المجلس، نتيجة جهود كبيرة بذلت في هذا المجال، حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالتزام مملكة البحرين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.